بهذا الخصوص النائب في الرئاسي فرج البحسني، وخلال تواجده في العاصمة الرياض مع رئيس المجلس وأعضائه، ظهر على صحيفة الشرق الأوسط في مقابلة متلفزة. مقابلة البحسني كشفت عن تعيين المجلس الرئاسي أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع ميليشيات الحوثي في أي محادثات قادمة، كما تحدث عن مواضيع عدة تخص المرحلة الراهنة. طبعا مجلس الرئاسة يجب أن يواكب كل هذه العملية، ونحن قد قرينا من هو الوفد هذا اللي بيفاوض، ومن وقت لآخر بنطعم بكوادر مهنية مختصة، ونحن جاهزون.